Saraha FM 88.6. والله يا ترجي ظل خرجت من الدربي بون بوان اليوم، احنا خسرنا دو بوان على البريستاسيون اللي وريناها اليوم، والمردود يظل اليوم اللي احنا خسرنا نقطتين، ترجي ربح نقطه. النقطه هذه ان شاء الله نبنيو عليها، معناتها ضد فريق كبير صحيح، معناتها عملنا بريستاسيون باهي اليوم، كنا نجمو نربحو كوره ما حبتناش بصراحه، مي ان شاء الله نبنيو عليها النقطه هذه ونمشيو رصيصه نعملوا ريزلتا باهي، وان شاء الله ان شاء الله بالماتش هذا بالروح اللي شفناها اليوم ان شاء الله الملعب التونسي مكانه كان الملعب الناسيونال ان شاء الله. الواحد الريزلتا معناتها الكلاسمون اللي احنا فيه معناتها بصراحه ما نستحقوهوش، معناتها تشوف كما قلت الجوارات الموجوده والستاف اللي معانا واسم الجمعيه، معناتها ما نستحقوش المرتبه اللي احنا فيها، عدة الظروف معناتها اللي كانت خدمة ضدنا، ما ان شاء الله طول الملعب التونسي بحول الله يظل عملنا ريتور باهي، وعملنا اليوم ماتش كبير برشا، معناتها بريستاسيون كبيرة من الذي كل ان شاء الله كما قلت لك نبنيو عليها النقطة نتاع اليوم، وان شاء الله الملعب التونسي تقعد كان في الناسيونال ان شاء الله. خويا سامحني الكرتون الليلة نزيد نعاود نحكي عليها، مشيت باش نبعدهم على بعضهم، نحس فيهم خويا عطاني كرتون، قلت له علاش؟ والله العظيم نبعد فيهم، قال لي خويا انا جاي اليوم نحب نعمل اللي نحب عليه. جايب درج لعبة تاني هنا تاع عليه خويا لين في الاخر كان اللي حب عليه وصل له خرج حمراء، واذا نستحق الحمراء هنا في البلاتو شوف اذا نستحق الحمراء يا خويا نعتذر منه الاربيتر هذا كثرش من هيك، اما صدقني الورقه الاولى خلينا نحكي على الورقه الاولى، مشيت نبعت فيهم على بعضهم صحيح، معناتها مسيت الوجه والله نبعت فيهم على بعضهم، معناتها باش خاطر هما تشوف فيهم معناتها في نقاش فهمت. صراحه اف ام 88.6.